مستحيل حضرتك سمع. وعليكم السلام. مرحبا سيدي، ممكن تعطيني اسم الكريم ديالك؟ أخاصي مصطفى. اين مدينه انت بالضبط؟ فينا منطقه؟ مرحبا. قل لي سيدي شنو لي سامبتوم اللي عندك؟ اها الكحه ناشفه واخا و داكور. ما عندكش اون جيل ريسبيراتوار؟ انت تحس بالاختناق؟ داكور. عندك شي دونك عندك اميد سان تريتون؟ من امتى عندك هاد الاعراض؟ وتتحترم الوقايه؟ ما تدخلش ولا مازال خدام؟ داكور اسيدي. شريف هاد الرقم تتصل منو ديالك ياك؟ يمكن لك تاكدوا ليا. ميرسي بوكو. ها انت سيدي، انا دابا غادي ندير لك الوزاره ياك، وواحد الطبيب غادي يتصل بك في اقرب اجل ان شاء الله، وديك الساعات غادي يتاكد ويشوف الحاله ديالك. الا كانت تستدعي تدخل ديك الساعات غادي نتكلفوا بكل شيء ان شاء الله. الله يخليك، كون جوانياب على هذا الرقم واخا. ميرسي ميرسي سيدي، ما يكون باسش لي. حنا جد فخورين بدعم بلادنا في الكفاح ضد هذا الوباء وهذه الازمه الصحيه اللي كتعرفها بلادنا وكيعرفها العالم ككل. حنا في ماجوريت كنا اول فاعل في القطاع اللي قدم مساعدته والموارد البشريه والامكانات التقنيه لاجراء هذا الخدمه ديال اليقظه، وهذه المساهمه بطبيعه الحال هي واجب وطني وهي مقدمه بالمجان. فمنذ اسبوع تقريبا لما المواطنين المغاربه كيتصلوا بالرقم الاقتصادي اليقظه، المستشارين ديال ماجوريل هما اللي تيجاوبوه، واللي هو جميل هو انه كلهم متطوعين وكانت عندهم رغبه كبيره للمشاركه في هذه المبادره. فنعطيكم بعض الارقام. حاليا عندنا 100 مستشار اللي كيجاوبوا 24 ساعه على 24 ساعه على مدى الاسبوع، وكنتوصلوا ب 5000 مكالمه يوميا. الهدف ديالنا هو اننا نبقاو على نسبه 95% ديال الاتصالات اللي كنجاوبوا عليها في اول محاوله. الى تزاد هذا العدد غادي نزيدوا المستشارين. المستشارين ديالنا بطبيعه الحال تم تكوينهم من طرف الاطر ديال وزاره الصحه باش يعرفوا كيفاش يجاوبوا وكيفاش يوجهوا المكالمات لوزارة الصحة لما يتلقون مكالمات تهني حالات مستعجلة. مركز معلومات اليقظة، السلام عليكم. وي سيدي السلام عليكم، مرحبا. واخا ممكن تعطيني السمية والكنية ديالك سيدي عافاك؟ داكوغ. اين مدينة تشعيطنا سيدي عافاك؟ كازا بلانكا. مرحبا. نيميرو التليفون ديالك؟ نعم داكوغ. مرحبا سيدي، شنو هما الاعراض اللي فيك سيدي باش كتحس حاليا؟ الفيبر داكوغ. عندك ان بروبليم دو ريسبيراسيون؟ مكاينش. داكوغ سيدي. جي لاترونجي ديرنييرمون خارج البلاد؟ داكوغ. مرحبا سيدي. ما كتحس بحتى شي اعراض اخرين غير لا فيغ؟ سا مارش نورمالمون سيدي. ما عندك لا شخاف، دي غير فيغ عاديه. دونك انا سكو جو في فيغ غادي نصيفط لي كوردوني ديالك لمينيستير سونتي ويعاودو يتصلو بيك باش يفيريفيو معاك كيلكو ديليمون. داكوغ سيدي، مي ما عندك لا شخاف، كون هاني.
صافي بليزير. مرحبا سيدي. مرحبا. إطار الأزمة اللي كتعرفها اللي كيعرفها العالم بما يسمى بكوفيد 19، قامت شركة ماجوريل باتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لحماية الموظفين كأول الأولويات، ثم دعم الاستمرارية المادية والاقتصادية للشركة، بحيث أننا قمنا بدورات تدريبية لجميع العمال، ثم بمجموعة من المنشورات التي تنص على كيفية استعمال المصاعد، الدرج، أماكن الاستراحة، أماكن التغذية، في إطار التنقل لجميع العمال كان منحو لهم الحافلات اللي كتمكن لهم من التنقل ما بين المنازل ومواقع الشركة، وحددنا 50% كطاقة استيعابية لجميع الحافلات التي يتم بطبيعة الحال تعقيمها بشكل يومي، وكذلك قمنا بوضع في كل المواقع ديالنا مسافة قانونية بين المكاتب، وتوضيح جميع الأماكن باش تكون دائما معقمة بواسطة السائل المعقم، ثم قمنا بواحد إعطاء الأولوية للنساء الحوامل بالاشتغال من المنزل، وكذلك الناس اللي كيعانيوا من الأمراض المزمنة، بحيث أن قمنا بتمكينهم بواسطة الإمكانيات اللي بيستطيعوا العمل من المنازل مباشرة، وحطينا واحد الهدف اللي هو بلوغ 4000 شخص اللي بإمكانهم يستفدوا من هذه المسألة. في هذه الظروف الصعبه اللي كن مروا منها، فماجوريل استطاعت في واحد الوقت وجيز باش نقدروا نشغلوا الناس عن طريق العمل عن بعد بشكل فتره وجيزه، ولهذا استطعنا باش نامنوا السلامه والصحه ديال الناس في ديورهم، وفي نفس الوقت استطعنا باش يكملوا ويخدموا عن بعد ولتامين الشغل لجميع المستشارين ديال ماجوريل. في هذه الوتيره في هذه الظروف الصعبه، فالفرقه ولا الفريق ديال النظم المعلوماتيه كلهم مجندين باش نستطيعوا نكملوا هاد المهمه الصعبه اللي كنمروا منها، وباش ان شاء الله نستطيعوا في هاد الايام القليله اللي بقات ان شاء الله نكملوا هاد المهمه ديالي، هاد المهمه في احسن الظروف ان شاء الله. الو يقظة هو واحد السيرفيس اللي اجوردي كيدون ان كود ما، كيعطي واحد اليد العون لوزارة الصحة باش نقدروا نجاوبوا على المكالمات ديال المواطنين، ونحاولوا نوجهوهم باش يعرفوا واش هما فعلا مرض بهذا المرض اللي هو كوفيد اوجوردي. لي كولابوراتور ديالنا اليوم كيطرحوا واحد مجموعه الاسئله ا ترافير اون فورماسيون كيزون باسي، واحد لا فورماسيون دوزوها مع وزاره ا ترافير وزاره الصحه، باش كنقدروا نيدنتيفيو الناس اللي كيقدروا مراد ولا لا. حنا اليوم عندنا اكثر من 100 كولابوراتور اللي كياخذوا لي زابيل باش يخفوا الضغط على وزاره الصحه، كوم سا اي فون سو كونسونتري انكور بلوس سور لي كال كي سون بلوز اورجون. عندنا واحد المعدل ديال 5000 مكالمه اللي كتوصلوا بها يوميا، اللي فيها تقريبا واحد 250 ل 260 لي كا سوسبي كنديكلاريوهم حنا الوزاره الصحه اون اورجونس باش يتريتيهم بار ريجيون، اي من بعد كيتصلوا بالناس اللي كيقدروا يكون فيهم هاد الاعراض ديال هاد المرض، ومن بعد كيكون ان تريتمون بيرسوناليزي من عند وزاره الصحه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.